مرحبا. توصل العلماء لاستنتاج بفيد بأنه الأبقار بتقدر تخبر بعضها عن صحتها عن طريق رفع تردد أصواتها. وبهالدراسة توصل العلماء إلى أنه الأبقار بتحافظ على مميزاتها الصوتية بمختلف الأوضاع ووقت التواصل مع غيرها من الحيوانات، لدرجة أنه بتمكن أقاربها من معرفة أي بقرة من القطيع بتعاني من الأوضاع الصعبة. توفرت عند العلماء 333 إشارة صوتية، وبيعتقد أصحاب الدراسة أنه نتائجها رح تساعد المزارعين بتحليل مزاج الحيوانات. نرجع لأخبار طقسنا، فعم يكون غائم جزئيا بشكل عام، وعم تبقى الفرصة مهيئة لهطول زخات من المطر فوق مناطق متفرقة، ودرجات الحرارة بعد أدنى من معدلاتها بشوي بأغلب المناطق السورية. ليلا عم يكون الجو بارد، ويحذر من تشكل السقيع بالمرتفعات الجبلية والضباب بالمناطق الداخلية. بالنسبة للرياح عم بتكون غربية لجنوبية غربية معتدلة، سرعتها عم توصل 20 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة فعم تتراوح بين 45 و80%. بحر عم يكون متوسط ارتفاع الموج، ودرجة حرارة المي 13 درجة. رح ننتقل سوا لنشوف كيف عم يكون الطقس بالساعات الجاية بالعاصمة السورية دمشق. عم بيكون طقسنا غائم جزئيا، ودرجات الحرارة فيها عم بتسجل الدنيا 5 العليا 13. أما كيف عم بيكون الجو بيحمل المدن والمناطق السورية، رح ننتقل سوا لنشوف. بالسويدة بالجنوب عم بيكون ماطر، ودرجات الحرارة بدرعا عم تتراوح بين 5 و 13 درجة، أما بالقنيطرة فدرجات الحرارة عم بتسجل الدنيا 4 العليا 11. بالمنطقة الوسطى بحمص وحما رح ننتقل سوا لنشوف الطقس كيف عم بيكون. عم بيكون غائم جزئيا، ودرجات الحرارة عم توصل لل 11 درجة بمدينة حمص، وبحما عم توصل لل 12. كيف عم بيكون الجو على الساحل بطرطوس واللاذقية، رح ننتقل سوا لنشوف. عم بيكون ماطر بشكل عام، ودرجات الحرارة باللاذقية عم تتراوح بين 9 و 15 درجة، وبلواء اسكندرون عم توصل ل 17 درجة. بالمنطقة الشمالية بحلب وإدلب رح ننتقل سوا لنشوف كيف عم يكون الطقس فيها. غائم جزئيا، ودرجات الحرارة عم بتسجل الدنيا 4 العليا 11 درجة بمدينة حلب. أخيرا رح ننتقل سوا لنشوف كيف عم يكون طقس المنطقة الشرقية. بمدينة رقة جونا عم بيكون غائم جزئيا، ودرجات الحرارة عم بتسجل بمدينة الحسكة الدنيا 5 العليا 11 درجة. أخيرا بدير الزور درجات الحرارة عم بتسجل دنيا 5 العليا 12، وعم بيكون في احتمالية لتساقط الأمطار. هاي كانت أخبار طقسنا للساعات الجاية. لتعرفوا تفاصيل أكثر عن طقس الأسبوع انتظروني بكرة. باي.